أنا دكتورة سهيل سعيد، أستاذ الغدد الصماء، كلية الطب، جامعة اسكندرية. بالنسبة للمحاضرة اللي ألقيت النهاردة في مؤتمر الغدد الصماء 21، دي كانت عن تأثير المرض المعروف باسم هاشيموتو، اللي هو بيسبب قصور في وظائف الغدة الدرقية، على تغيرات التي تظهر بالعينين. كنا قبل كده بنعتقد ان نشاط الغدة الدرقية اللي هو المعروف باسم جريفز هو فقط اللي بيحدث تغيرات في عين المريض من جحوظ او انتفاخات حول العين او احمرار بالملتحمة بتاعت العين. انما دلوقتي لقينا ان معظم حالات القصور وظائف الغدة الدرقية المعروفة باسم هاشيموتو لها نفس التأثير على العين، علشان كده بينصح مريض الهاشيموتو علشان حالة العين ما تتفاقمش ونقدر نشوف لها علاج مبكر، ان اول ما يعرف ان هو مريض بمرض الهاشيموتو اللي بينتج عنه زي ما قلت قصور بوظائف الغدة الدرقية، ان يعرض نفسه على طبيب عيون متخصص علشان يقدر يديله العلاج المناسب في الوقت المناسب. كمان المريض ده هو سواء كان سيدة او رجل وبيدخن، عنده عادة التدخين، فيجب ان يتوقف تماما عن التدخين لما لها اثار سيئة على العينين في هذا المرض.